هاي جايز، شو راكم بخير؟ تشوفون هالفيديو وفيديو اليوم وايد حدث مهم بصير في الامارات ككل وفي الخليج، انه يعني معرض الشارقه الدولي للكتاب في دورته 33. احيد يعني ما انسى هالاشياء، وانا صغيره كانوا يعني في المدرسة إجباري يودونا معرض الكتاب. صراحة ما كان يعني ما كان من اهتماماتي مول، بس كنا مجبورين نسير. بس يوم كنا نسير كانوا وايد يشغلونا بورشات عمل وما أعرف كيف، فكان شيء وايد مسلي صدق، حببونا في الكتاب. والحين كبرت وصرت أحد اللي بيتكلمون، واللي في السوشيال ميديا في هناك مثل سكشن حق السوشيال ميديا بيرسوناليتيز، فبكون من بينهم مثايل اليوم. بس أنا مو باليوم، أنا يوم الأربعاء تاريخ كم بيكون؟ أنا يوم الأربعاء تاريخ 12 الساعة 7 المغرب. بس اليوم بصير أصور فلوج، أبغى أطالع المكان، أبغى أشوف شو الإبداعات الجديدة، وشخصيات وايد مهمة بعد حضرت وبتحضر مثل أميرة الطويل، عادل إمام، أحلام مستنغة، ها فكرة وايد صعب اسمها يعني الأخير، أحس مستغانمي، إن شاء الله يكون صح، مستغانمي هي، مستغانمي، أحلام مستغانمي، تعرفون طبعاً الكاتبة الروائية الجزائرية اللي وايد مشهورة، وايد شخصيات حلوة، وصراحة تطور ملحوظ جداً لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. يعني وين ما تمشوا في الإمارات بتلقون ساينز 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 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. ف 2014 آخر مرة صرت معرض الشارقة الدولي للكتاب كانوا أنا عمري يمكن 10 سنين ويا المدرسة، فوايد متشوقة أن أشوفه في نفس المكان بالضبط، وايد متشوقة. وطبعاً وايد قنعت أختي وذبحت عمري وأنا أقنعها أنها تي وياي، وهي ما تحب الضجة والناس وشي، يعني عكسي تماماً. فبالغصب والله ياي وياي ماكي. طبعا الحمد لله جت 24 ساعة تحط ميك اب، فهي هسه تحط ميك اب الحين مو متفاجئة، قلت لي يلا نطير. طعيناوي الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين انت شراحي؟ سير معرض مال كتاب. مال كتاب؟ ايه يعني صار مال شيخ جايد ولا وين؟ كملي شغلك حبيبتي داخل شارجة. تغل سارجة بائد هي، يلا بائد يلا خلاص باي باي. على فكرة يعني من دبي لشارجة تقريبا نص ساعة إذا ما في زحمة، فهي يعني تشوف إنه بعيد فطبيعي يعني. طبعا الحين احنا من نص ساعة ندور باركات، لكن لو نموت ما نلقى، يا رب ألقى تاكسي واركب فيه وخليه ينزلني، لأنه والله من الصبح من الصبح توا من نص ساعة، متى استوى من الصبح؟ ما بلاقين بارك، حتى ها بعيد. بعد مأساة جدا 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 مأساوية لقينا بارك جدا مأساوي، وبغينا ندعم مليون سيارة لأنه ما في باركات، بس نزلنا على خير، نزلنا على خير. شو يعني؟ يعني احياء اموات يرزقون، احياء اموات يرزقون، ولا شيء، احنا بخير. اليوم شو سويت فيها؟ انت دايما بلوج مقطع تنج والله، غش وايد غش والله، بينكسر يور باد لك، انا كل ما اشوفك تفر ينكسر. الحين انت شو بتقدمين هني الساعه 5 كنتي؟ ما كنت بقدم كا ميت اند جريت، زي يلا دشي ذا اي ميت اند جريت خلاص. لا مو داخل يعني، امشي واسلم. ايه اوكي، اذا بقول لك شيء امشي اكو ما يفهم لك بعد اقول لك ايش حطها لي تحط المشكله. لك واي يعني تيم
العكس شخصيات عادي الاخت الخفيه معي يا رب ما تصورونها بالغلط بتصيح شور عادي. هاي ناس لا مو هاي ناس الناس الحقيقيين اللي هي عليكم السلام كلمات مال الشيخة بدور قسم بالله ضربت أصلاً هذه أكيد قاعة موجودة أنا أنت بدأت أشياء بس لو تخزيني دوت وين مثالي قولي ما تشبهك يوم تفتشين شعرك قبل لسه شهورين ممكن ما تفضحيني شعري انا عمتي اصلا صدمين وديني حريت كنتاكي شوي نفس الالوان همك همك هذه الزاويه هلا عادي يطلع في الكاميرا لا عادي انتي متيمه والله يا حبيبي ورشات عمل حق الاطفال يكون في جدول كل ورشة عمل حق شو يعني علي صوتك يبون ناس مبايع يسوون ورشات عمل وغالبا تكون اكثر شيء الصبح عشان المدارس يبيون بس وايد في اشياء كل أشوف. واحد لا اسال بعد سوى صمدة يقولون لهم قصة؟ مثال هل يمكنك أن تتعلمين الإعراب في أسبوع؟ 12 سنة ما نفع فيه وشو النحو؟ وش أخبار النحو؟ سيباوي؟ لا النحو كنت شوي فاتحة فيه بس إعراب انسى واحد فاز مدارك مدارك دار نشر مدارك فازوا بأفضل دار نشر 2014 اللي هو شركة داخلية ميودنة ميودنة؟ ماله ماسكنة يعني لو ماسكنة يستيز ميودنة لا نشر معينة كل مركز الخدمات تعطونهم اسم الكتاب او اسم دار النشر يقولوا لكم مثلا 0R8R7 حروف وارقام فوايد مسهلين الطريقة حقكم اذا فيك خير عيدي اذا قلتي هاي جايز اذا قلتي هاي جايز وباي جايز ما وعدة زيادة بتضبط لك ضايع المعارف مليت انا طقت جبدي انا انت ثاني مرة تطلعين وياي جي خواتي شي يقولون امهاتي امهاتي مثل الفلاسي القاسمي اوكي كيف يعني الفلاسي روايه حبيبتي اشطاب مثل القاسمي وين يقدرون يحصلونها غير معرض الكتاب عقب ما خلص المعرض بحصلونها في يعني برا في المكتبات اوكي كلهم نزلي بلوكس ما شاء الله انت وايد يعني مشهورين بالكويت اكثر من اللي عند السوشيال ميديا صدق الكويت سوشيال ميديا بكبرها اصلا اسمك محمد العنز محمد العنز كتابك عن شو قصص رعب قصص رعب قصص رعب قالت يا احنا رادين من لدبي دبي بالسيارة
كبيرة، وما تستغربون يوم تكونوا هنا وتشوفون كل الجنسيات لأنه قدر يثبت اسمه في 33 سنة. سو أشكر كل القائمين على هالمعرض الجميل، وشكرا لكل الإدارة والعلاقات العامة ومثايل على التور الجميل واللي التقيت فيهم. وايد أحبكم، وإن شاء الله اللي يبغي بكون موجودة يوم الأربعاء الساعة 7 معرض الكتاب قسم السوشيال ميديا. احتيار، إذا ما نهيت الشيء خليني أقول لكم هني الكلمة اللي مثايل ما تحبها. هاي جايز، سوينا هني بناكل في فليبن بيتزا في جميرة. يلا يلا حصلنا بارك. مشكلة البارك عائق وايد كبير كبير كبير. من هو الكبير؟ أنا. ليش؟ عائق كبير. لا كلمة أنت كبير ولا أنت كبير؟ لا أنت كبير. لا سيار نطير. القطوة كل يوم تاكل بيتزا حليلها. ياكلون الناس هني ويعطونها اكل هني. عايشة عند هالمطعم مسكينة، مع اني ما احب القطاوة بس غمضتني انها كل يوم تاكل بيتزا. يلا عاد في قطاوة ما ياكلون ولا شيء، قطاوة مذرفها. في ناس اكشلي ما ياكلون ولا شيء. بطل بالإيد. Watch me. Watch me. Excuse me. والله ما تمسخ. أقول لكم أي معلومات عن معرض الشارقة الدولي للكتاب بتكون تحت في الديسكريبشن. لايك 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 وايد ضروري لايك، وكومنت تحت شو رأيكم في المعرض، شو رأيكم في كل شيء في الدنيا. أشوفكم في الرياض إن شاء الله، وأنا وايد أحبكم. وما بقول باي جايز لأنه يعني مثايل خلاص، يمكن لين ما توصل هني في الفيديو تنجلط، ويمكن أنتوا بعد لا أنتوا تحبون باي جايز صح. باي جايز. قبل أنهي هالفيديو لازم تشوفون المقطع اللي الحين بحط لكم إياه مال الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارجة. طبعاً ألقى كلمة افتتاحية يوم الافتتاح مال معرض الكتابة. قال كلمة افتتاحية، بس هالكلام اللي قاله ارتجالي يعني بدون ما يقرأ أي شيء. كلام صراحة يعني جداً مؤثر، خلوه يؤثر هني ويؤثر هني. قبل يومين كنت إلى مائدة الطعام مع أولادي، فأصروا أن ألقي كلمتي ارتجالا، فتركت الموضوع إلى هذا الصباح بدون تحضير، حتى إذا جلست في هذا اليوم في غرفتي هادئا وما حولي ساكنا، وإذا بقلبي يطرق طرقات متواصلة. قلت ما بك يا قلب، هل هذه حوافر خيولك تغدو إلى نصر، أم حوافر خيلك متراجعة بالهزيمة؟ فلم يجب. قلت هل هذه الطرقات طرقات مطارق مصانعنا، أم أنها
تفجيرات ومعاول تهد ثقافتنا ومتاحفنا وعلمنا. فسكت، قال: شاهدتك في أول معرض للكتاب تجول ولم يكن من الزوار إلى ذلك المعرض وهو في أول دورة له من يشتري الكتب، ولم أشاهدك حزينا بل كنت أشاهدك ذا عزيمة، حتى إذا قال الآخرون نكتفي بهذا لأن لا يصلح أن يكون معرضا للكتاب في هذا الجزء من العالم العربي، فبادرت واشتريت كل الكتب، جزءا منها في المكتبة العامة وجزء في المدارس وجزء لي شخصيا، واستمرت التصميم على متابعة إقامة ذلك المعرض. قال: قلبي، وأنت الآن تصل إلى الدورة الثالثة والثلاثين، وهنا مثل ما شهدت معك اليوم المكتبات العالمية أتت إلى هذا المعرض، وكتاب الدنيا أتوا، والمؤسسات الفكرية كلها أتت، هل استكفيت؟ قلت: لا.